وسط استمرار حالة الجمود السياسي منذ الانقلاب العسكري في السودان، تنطلق اليوم في العاصمة الخرطوم وعدة ولايات تظاهرات احتجاجية حاشدة تطالب بتسليم السلطة للمدنيين وتشكيل حكومة مدنية. التظاهرات تتزامن مع الذكرى الثالثة لمليونية الثلاثين من حزيران يونيو عام 2019، والتي مثلت علامة فارقة في التوصل لاتفاق سياسي بين العسكريين والمدنيين عقب سقوط نظام عمر البشير. تنسيقيات لجان المقاومة في الخرطوم حددت القصر الرئاسي كوجهة مشتركة للتظاهرات التي أطلقت عليها مليونية فجر الخلاص لتحقيق عدد من الأهداف على رأسها تشكيل حكومة مدنية. على الجانب الآخر، أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أنه لا يعترض على ممارسة الحق في التعبير السلمي، لكنه قال أن الطريق الوحيد لحل الوضع في البلاد هو التوافق الوطني الشامل والذهاب إلى الانتخابات وليس بالدعوات إلى التظاهر والتخريب. من جهته، دعا المبعوث الأممي الخاص إلى السودان فولجر بيرتس في مقابلة تلفزيونية المنظومة الأمنية في السودان إلى ضبط النفس وعدم استخدام العنف وضمان حق التعبير السلمي. وخلال الأسابيع الأخيرة مارست كل من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة دول الشرق ووسط إفريقيا للتنمية إيجاد ضغوطاً لإجراء حوار مباشر بين العسكريين وقوى مدنية رافضة للشراكة مع المكون العسكري دون أحراز تقدم.